اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وكل الحب والتفاؤل وعوده مره اخرى لبرنامج حلم وفكره من على قناه الصحه وجمال. وفي البدايه برحب بزميلتي نشوى. اهلا بيكي يا نشوى. اهلا بيكي يا نهله، منوراني وحشتيني جدا. واهلا بكل الساده المشاهدين، وحشتونا جدا وسعدا ان احنا بنلتقي بيكم مره تانية من على قناه الصحه والجمال. وهنناقش النهارده في فقرتنا موضوع مهم جدا لكل الاسره المصريه، وهو موضوع يعتبر ظاهرة غريبة على مجتمعنا المصري، وهو موضوع عن الإهمال العاطفي المصاحب بالعنف ضد الأطفال. وبيسعدنا ويشرفنا يكون معنا في مناقشة موضوع الفقرة دكتور محمد رجب. أهلا بيك يا دكتور. أهلا. دكتور محمد رجب خبير التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، نورتنا النهاردة يا دكتور. أهلا بيك. أهلا بيك. بشكركم على الدعوة الكريمة، ودايما فخور بوجودي معاكم النهاردة في حلم وفكرة. أهلا نورتنا. بيك يا دكتور، نورتنا. أهلا بحاجة. وأكيد يا دكتور، نمو الطفل وسط المشاكل الأسرية دي بيأثر على حياته وعلى نفسيته وعلاقته بأسرته وأصدقائه والمجتمع المحيط بيه. فياريت في البداية حضرتك توضح للسادة المشاهدين ايه هو العنف العاطفي ضد الأطفال؟ طيب خلينا نقول يعني بشكركم على الموضوع، وبشكر فريق الإعداد على الموضوع، لأن هو موضوع الحقيقة غاية في الأهمية. لأن موضوع الإهمال العاطفي اللي بيؤدي إلى هذه الحالة من العنف الغير مبرر ضد الأطفال، خلينا نقولها كده ونتناولها بطريقة بسيطة عشان كل الناس تفهمنا، وفي الآخر عايزين نقول إزاي نتعامل مع هذه الحالات اللي للأسف بقت، مش عايز أقول إن هي ظاهرة، بس للأسف بقت حالات إحنا بنسمعها كتير. خلينا نقول إن في حاجة اسمها الإهمال العاطفي. الإهمال العاطفي دي حاجة بتقتل جوانا كل المشاعر، يعني كل حاجة كويسة وكل مشاعرنا الكويسة إهمالنا لبعض، الزوج للزوجة والعكس، ده بيؤدي إلى قتل هذه المشاعر. كل حالات الشغف والمودة اللي ما بين الطرفين مش موجودة. بالتالي حاجة دي احنا بنسميها ان ده نوع من الانواع المهمة في الاساءات العاطفية، واهمها الاهمال. تمام. فالست بتتعرض لمجموعة من الاساءات العاطفية اهمهم الاهمال. في حاجات تانية كتير قوي، بس احنا خلينا نقول الاهمال عشان نربطه على طول بالعنف. فتخيلي حضرتك هذه العلاقة الغير سوية بين الراجل والمرأة جوه البيت اوتوماتيك بتتنقل للنشء بتاعنا. علاقة غير سوية مع الأطفال. بالظبط، لأن احنا دايما بنقول إن هذه العلاقة بتتنقل مباشرة، اللي هو مش شايف غير الخلافات، مش شايف غير العنف اللفظي، مش شايف غير العنف الجسدي، مش شايف غير أشكال مختلفة من العنف بين الأب والأم، وكل واحد بيمثل له قيمة. فاوتوماتيك الطفل ده هيطلع من صغره مهم جدا. ودايما احنا بنقول كلمه مهمه جدا، بنقول في فرق ما بين النشأه والتربيه. الناس بتخلط دايما ما بين الاثنين. النشأه والتربيه ايه؟ النشأه دي في مراحل للنشء. المراحل للنشء، في كل مرحله انا بربيه على ايه؟ صح، تمام. في كل مرحله في فرق ما بين النشأه والتربيه، فرق كبير. احنا بنخلط ما بين الاثنين، النشأه هي التربيه، التربيه هي النشأه. لا، في فرق كبير. يبقى التنشئه او النشأه بتبقى مراحل عمريه معينه مرتبطة. كل مرحله ليها التربيه الخاصه بتاعتها، الاسلوب التربوي بتاعها. عشان كده احنا بنقول بقى كده التربيه الايجابيه. تمام. فاحنا بنقول بقى في كل مرحله من مراحل النشء احنا بنربي الطفل على ايه؟ هو بيشوفنا احنا بنعمل ايه؟ بيشوفنا بنتصرف مع بعض ازاي؟ عشان كده حتى دايما كنا دايما بنقول كلمة، سلوجان مهم جدا في خلافاتنا، لازم نتبع مع بعض سياسة اسمها سياسة الغرف المغلقة. محدش يعرف عننا حاجة. تمام. البيت ده هو الصندوق الأسود بتاعنا. فعلا. خصوصياتنا دايما في حاجة اسمها الغرف المغلقة. ليه؟ عشان ده بيتنقل للطفل. ده بيتنقل للطفل ان هو بيشوف أقصى أو حاجة القسوة، جاية من القسوة، اقصى مراحل او اسوأ مراحل التعامل ما بين الطرفين. طب يا دكتور، مش هو كده هيشوف ان الدنيا وردي ومفيش حاجه وكده، ولا يعني مش يعاصر اي حاجه من اللي بتكون بين الزوج والزوجه مثلا، اي مشاكل اي خالص؟ ولا لا. احنا بنقول دايما ايه؟ الجوانب السلبيه في العلاقه بتاعتنا نخليها في الغرف المغلقه. طيب. دايما ما نبينش غير للطفل غير الحاجات الايجابيه. الحاجات الايجابيه هي دي الوحيده اللي بتاثر فيه، لان انا بربيه، لان هو مش هيستحمل اي حاجه وحشه. اصل هو لسه حتى في السن مش مستوعب يعني ايه مشاكل، مش يعني ايه خلافات، ومش هيفهم السلبيه، ومش هيفهم يعني ايه اب وام منفصلين عاطفيا، مش هيفهم يعني ايه اب وام في تباعد، مش هيفهم في اب وام في فتور في العلاقه، مش هيفهم لو في عنف لفظي، مش هيفهم احنا بنعمل كده ازاي. طب لو في عنف جسدي،
هو هيعمل ايه الطفل؟ هيشوف ايه؟ طبعا ايه اللي هيشوفه؟ واقاومه ازاي بعد كده؟ وبعد كده العنف الجسدي لو هو عمله مع اخته اقاومه ازاي؟ هيرد عليا بمنتهى البساطه. وده بيبقى فيه تراكمات طبعا يعني، هيقول لي ما انت بتعمل كده مع الام، مع مراتك، مع زوجتك. يعني هيجي هلاقيه بيتعامل معايا الند بالند. وبعد كده نخلي بالنا ان المرحله دي كمان الطفل فيها بيخزن جواه، فبنلاقي الطفل لما بيكبر هو دايما بياخد يعني. ايوه. وبعد كده بيعمل ايه؟ بيرسل. فبيرسل بعد كده مين؟ اوتوماتيك الطفل هتلاقيه بيتعاطف مع حد. فبالتالي اول ما يكبر شويه ويشد نفسه شويه ويبتدي يفهم، هيبتدي يتعامل مع الطرف الثاني على فكره. عشان كده احنا ابتدينا نسمع عن بعض حالات ضرب الابناء للاباء. لما نيجي نبص هنعرف دي بقى من تراكمات، في التربيه وفي التنشئه. اول واحد ضد الطرف اللي هو من وجهه نظره غلطان. يعني من وجهه نظره غلطان، فابتدي يتعامل بهذا الاسلوب. فدي طبعا ظاهره قاتله. ففي حاجات معينه احنا دايما بنقول ايه؟ العنف ضد الاطفال، ونخلي بالنا ازاي نحمي اطفالنا من العنف، لان دي ظاهره يعني فيها بنقول ايه؟ مفيش حاجه فيها انسانيه، بنقول ان هي قتل الانسانيه، انتهاك كل الحقوق. سواء انا الطفل بيشوفني انا بعمل ايه فبيقلدني، او سواء انا بمارس العنف ضد الطفل ده. الطفل نفسه. جميع انواع العنف ضد الطفل ده، حتى لو عنف لفظي، ده غلط تماما. يعني ده ما هو فعلا هو ممكن ما يكونش فيه عنف جسدي، يعني ما فيش ضرب، ما فيش، بس مثلا في توبيخ مستمر، في تقليل من الطفل او احتقار لذات الطفل، فكل ده طبعا بيعمل عنده عقده او زي ما بنقول كده كلاكيع جواه. على فكره ساعات العنف اللفظي بيبقى اسوأ، واقصى يعني بيبقى اشد قسوه من العنف، من العنف البدني. مظبوط يعني. النهر، اسلوب النهر وزعيق الدائم لاولادي ده غلط جدا. التهديد والاذلال، ان انا اقول له ايه؟ لو ما عملتش كده انا هحرمك. على فكره ده اسلوب بقى غلط، لان التربيه يعني حتى من قواعد التربيه الايجابيه، التربيه بالاهداف، يعني لازم تحطه في هدف معين. يعني انا بدل ما اقول له انا هحرمك من حاجه، لا انا هديك هحقق لك حاجه، او هديك جايزه، او بحرمه عشان خاطر يعمل. تمام. او التقليل من شأن يا دكتور، التقليل يعني من شأنه واهداره للكرامه. ده يبقى عنف ايه؟ فكري بقى ولا ده بقى ده لفظي برضه؟ ده لفظي برضه. ده لفظي. ما هو اللفظ ده بيدخل تحته حاجات كتير. اقصد اللي ما حسسوش بذاته مثلا، او حسسه ان هو قليل، ان هو ضعيف. دي نوع من انواع الاهانه. التقليل من الشأن ده نوع من انواع الاهانه اللفظيه، ده عنف برضه. العزله، ان انا ساعات بحبسه. طبعا العزلة فترات طويله جدا، وبعدين دي بتخلق عنده فوبيا بعد كده، يعني كمان من كل حاجه، حاله من الانطوائيه والعدوانيه والعصبيه غير يعني غير عاديه. بعد كده مش هنقدر نسيطر عليه يعني بعد كده. لا، وممكن ما يبقاش عارف كمان يتعامل مع الاخرين او يتعامل مع مع الناس، لانه خلاص كده انطوى مع نفسه تماما. طبعا طبعا يعني. برضو كل انواع العنف الجسدي اللي انا بمارسه مع الاطفال، برضو دي نقطه في منتهى الخطوره، سواء بالكي او بالحرق او بالضرب. حتى لو ضرب خفيف او ضرب، احنا بنقول دايما اي نوع من انواع العنف مع الاطفال بلاش منه خالص. طب العقاب يكون ازاي لو في مثلا؟ طبعا احنا عارفين طبعا الاطفال دي يعني كلهم مشاكل وكلهم اخطاء وكل حاجه، يعني ازاي انا اعاقبهم بس من غير ما اسبب لهم مشاكل نفسيه او اهانات او اي حاجه تضرهم؟ طيب يعني احنا معانا فيديو، في فيديو هيتعرض دلوقتي عن العنف ضد الاطفال، نشوفه. هو كان متداول الفترة اللي فاتت على الفيس. الشاشة على الشاشة دي. ده طفلة ووالدها بيشربها سجاير. يا ريت تعليق حضرتك على حاجة زي كده يا دكتور. طبعا دي بعيد تماما عن اي انسانيات في التعامل، بعيد تماما عن اي قواعد يعني حتى توجيه، ولا 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 في حتى حاجه اسمها اخلاق ولا اي. على فكره ده بيعود في الاول وفي الاخر، نخلي بالنا ان الاطفال هو نتاج او ثمار للاباء. لا، وطبعا ده كمان الام هي اللي بتصور، أو يعني هي اللي بتصور بنتها. ما هو بقى سواء والدها مش والدها، المشكله دلوقتي في الام. تخيلي يعني حضرتك هذه العائله بهذا المنظر، ايه البيئه اللي تربوا فيها؟ هم تربوا ازاي؟ ايه هي المشاكل النفسيه اللي عندهم؟ ان انا حتى لو باخدها على سبيل ان هي فور فان، او ان انا بضحك او حاجه كوميديه، طبعا عمر ده ما يبقى مع الاطفال اطلاقا. احنا ممكن نهزر مع بعض، نظر مع اصحابنا، لكن الاطفال بالذات انا محتاج
لحد مراحل عمرية متقدمة، إن أنا إزاي أخلي هذا الولد يبقى راجل، إزاي أخلي البنت سيدة، إزاي أخلي هذا الرجل يبقى أب ورب أسرة، إزاي أخلي الست تبقى إيه، تبقى ربة أسرة، تبقى هي اللي بتربي الأجيال. مراحل كتير. هذه المناظر، هذه المناظر المؤسفة للأسف بتدل على مبدئيا كده إن الأب والأم عندهم مشاكل، عندهم مشاكل في التربية، عندهم مشاكل في البيئة المحيطة، عندهم مشاكل كتير جدا. المشاكل دي ده النتاج اللي احنا بنشوفه. يعني ده النتاج اللي احنا بنشوفه، يعني لا أخلاقيات في التعامل ولا أي حاجة، يعني ده احنا بعدنا عن كل حاجة. يعني دول عقابهم ان لازم حتى الطفلة هم يتحرموا منها، يعني لازم تروح، يعني دور الرعاية هي الأفضل في هذه الحالة، يعني في هذه الحالة، لأن طبعا إذا كانت هي صغيرة ده ممكن كمان ما يأثرش معاهم الموضوع ده على فكرة. يعني إذا كانت هي صغيرة احنا بنعمل معاها المنظر ده، والأب بيتصرف والأم بتصرف. طب لما تكبر شوية هنعمل معاها إيه؟ طب لما تكبر بعد كده هنعمل معاها إيه؟ طب هل أنا هبقى أب حنون، أو عندي نوع من أنواع أن أنا هعرف أربي هذه البنت تربية كويسة إذا كنت أنا في هذه العمر وبعمل كده؟ طب لو احنا ما نلومش بقى ما نقدرش بقى بطريقه او باسلوب التربيه او التنشئه اللي هو بالطريقه دي، يبقى احنا كده مش هنقدر كمجتمع نحاسب النتاج التربيه دي، عشان كده سواء الولد او البنت اللي تطلع مثلا بصوره مثلا معينه زي ما احنا بنقول او كده، ده احنا كده ما نقدرش بقى نحاسب مين هنا، عشان نحاسب كده دايماً، عشان الام كده دايماً والاب، ولا نحاسب الطفل او الطفله اللي بيطلع بصوره غير بالظبط. عشان كده احنا دايما بنقول في حاجتين مهمين جدا، الدور التوعوي والدور الاعلامي، ده دور مهم جدا. لان انا هنا بمشي بالتوازي، انا بمشي بالتوازي ان انا الاطفال بحط لهم قنوات ومحتوى معين يساعد اوتوماتيك. لما بحط المحتوى ده بنشوف بره الحاجات دي، بيجي الولد الصغير من كتر المحتوى اللي بيشوفه الهادف اللي بيوصل له عن طريق الدور الاعلامي، بيجي يقول للاب ايه، ساعات بيقوم الاب، ولد بقى صغير بيقوم. ما انا لسه كنت عايزه احط في حاجات مقابله بقى لدعم للاباء والامهات طبعا، وبنمشي بالتوازي. لازم الدور التاهيلي يبقى مهم للاباء والامهات، ان هم دايما في مرحلة الإقبال على الزواج في حاجة اسمها التأهيل للمقبلين على الزواج. التأهيل للمقبلين إزاي بكون حياة إيجابية، إزاي بكون أسرة، إزاي كل طرف بيتعامل مع التاني، ما هي الحقوق والواجبات لكل طرف، إزاي نعمل الحفاظ على هوية الأسرة. إحنا عندنا مشكلة في طمس هوية الأسرة المصرية، مفيش أسرة من كتر المشاكل، مفيش أسرة، مفيش كيان، حتى بطلنا نتجمع مع بعض فعلا. نادرا ما الاقي حد يقول لك ده يوم الجمعة ده بالنسبة لي يوم مقدس للعيلة، نادرا ما بلاقي الكلام ده. ما بقاش فعلا موجود، ما بقاش الموضوع ده يعني بقى نادر جدا ان هو بيحصل دلوقتي، ابتدينا نفتقدها. عايزين نرجع. فالتأهيل للمقبلين على الزواج ده مهم جدا. بعدها وأنا دايما بناشد بقالي فترة إن اللي يتجوز ده لازم يبقى ليه رخصة، اسمها رخصة التأهيل للمقبلين على الزواج. ده على فكرة ده بيحصل فعلا في أمريكا، بيحصل في دول كتير، في دول الغرب. ولازم احنا قبل لازم يبقى في ترخيص، دورات تدريبية وتأهيلية للمقبلين على الزواج عن طريق وزارة التضامن وعن طريق كل المؤسسات الدينية ابتدينا. بس طب ده كده في ناس كتير عامله فكره مش هتتجوز يعني. لازم لازم يبقى في رخصة للموضوع ده. وبعد ما يتجوزوا، اول ما يبتدي يبقى في حمل، لازم ياخدوا دورة تانية ازاي يتعاملوا مع البيبي. على فكرة من الاول في بطن هو بيحس بكل حاجة، وازاي بعد كده في مرحلة ما بعد الولادة ازاي نأهلهم. فنمشي بالتوازي مع الطرفين، مع الولاد الصغيرين، ده دورنا التوعوي والاعلامي. عشان كده انا بحييكم على الموضوع في الاول، وبحيي فريق الاعداد على الموضوع. احنا ربطنا موضوعين مهمين جدا، الاهمال والعنف ضد الاطفال. طبعا ده بيؤدي الى ايه؟ اكيد طبعا ده بيؤدي لده طبعا، لان اي مشاكل في البيت بتنعكس تماما على الاطفال. صحيح. طب ده يرجعنا ماشي. لا عادي كده كنت اقول يا دكتور، برضو انتشرت في الفتره الاخيره حالات الانتحار بين صغار السن وبين المراهقين. طب ايه اللي بيوصل ولادنا لكده، ونعمل ايه عشان ما يوصلوش للمرحله دي؟ حاجتين مهمين جدا مبدئيا كده، انا سايبهم فريسه للسوشيال ميديا. فبيتأثر. يعني انا عشان اريح دماغي بعمل ايه؟ بديله السوشيال ميديا والميديا وبقول له ايه، اقعد بقى عيش بقى مع نفسك وعيش. لا براقبه ولا بشوف ولا بشوف محتوى ولا اي حاجه، وما اعرفش هو بيتواصل مع مين. فهو انعزل عني وانا ما اعرفش البيئه اللي هو فيها، فالولد اوتوماتيك بيبقى معرض لكل حاجه. النقطه الثانيه في حالات الانتحار، العنف اللي بيشوفه سواء جوه الاسره او سواء على المحتوى الاعلامي. عشان كده دايما بنقول ايه، مشاهد العنف بلاش منها، ومفيش حاجه اسمها بلس 18 و16 و12، مفيش الكلام ده. الكلام ده غلط كمان يا دكتور. الكرتون بالظبط كده. ف
فلازم يبقى في قنوات خاصة بينا احنا، ما نستناش حاجات ونيجي نعمل لها دوبلاج. ليه؟ صح. لان ما فيش حد عارف البيئة بتاعتنا غيرنا. فعلا. احنا عارفين بيئتنا ونعملها ازاي ونعملها تقليد اعمى في كل حاجة، بناخد المحتوى زي ما هو كده مناسب لينا مش مناسب مش مشكلة. يعني بتابع اسلوب نجاح غريب جدا اللي هو اسلوب الكوبي بيست، طالما الموضوع فرقع بره بجيبه زي ما هو كده وبعمله دوبلاج ويعمله. لكن انا اللي هي ابعاد مجتمعيه مختلفه احنا في بيئه، البيئه المصريه بيئه غنيه بكل حاجه. حتى نقول عليها دايما ايه، لو احنا كده نفتكر نقول بيئه غنيه بالتناقضات. صحيح. يعني دايما كده البيئه دي احنا اللي عارفينها، احنا اللي نعمل المحتوى بتاعنا، احنا اللي نقومه. ده حتى الكوبي بيست ده يا دكتور لا ده كمان طمس الابداع والفكر. يعني انا ما باخد موضوع ومجرد ان انا اخده وانقله زي ما هو طبعاً. خلاص انا ما بقتش افكر طبعاً. ما بقاش عندي ابداع، ما بقتش اشوف حتى البيئه اللي حواليا طبعا، لان مفيش حاجه كله مناسب. وعشان انا ما عملتش يعني الموضوع ده وجايبه كوبي وبيست، ما بعرفش اعالج النتائج بتاعتي، حاجه مش مناسبه للمجتمع بتاعي. ببقى انا كده قاعد في دور المتفرج في كل حاجه، يعني حتى جوه بيتي. عشان كده دايما بقول لاولياء الامور ايه، من اوائل الحاجات القويه بالنسبه لنا مشاركتهم المتعه، شاركوهم المتعه. انت عزلته، ايه الحل؟ طيب انا سيبته بقى فريسه للسوشيال ميديا وعزلته عن السوشيال ميديا، طب اعمل ايه؟ ايه النتيجه بتاعتي؟ ان انا دلوقتي لازم حاجه اسمها مشاركه المتعه، ابتدي اقرب من ابني، ايه الحاجه اللي بيحبها؟ لان احنا دايما غلطتنا بنعمل ايه؟ لا ما تعملش كده، لا اسحب منه الايباد، البدائل المناسبه. أيوة. بقى لكن انا ابتدي عشان اعرف اخد الاكشن معاه، اشاركه المتعه، ادخل ايه اللي بيحبه حتى لو انا مش راضي عنه واشاركه فيه شويه شويه. لا الولد او البنت هيقربوا مني، لما يقربوا مني اعرف اثر فيه طبعا، فاقعد العب معاه الالعاب دي، اي حاجه هو بيحبها اشاركه. ابتدي بمشاركه المتعه. على فكره حتى ده في الاهمال العاطفي، احنا من ضمن الحاجات اللي بنقول عليها بنقول ايه، الراجل والست، احنا بنقول ان في الاول للاسف النتائج او الاثار الكارثيه للاهمال ان الست بتفقد الثقه في نفسها، بعد كده بتبتدي في حاجه اسمها جلد الذات، ان هي بتجلد ذاتها لان هي هو الراجل اهملها، فهي بتشيل المسؤوليه ولا انا السبب، انا اللي مقصره. بعد كده في حاجه اسمها العصبيه، بتبقى عصبيه جدا. بعد كده بيبقى في تباعد ما بين الطرفين. بعد كده في فتره اسمها فتره الفتور الحميمي، اللي هي فتره العلاقه الحميميه بيحصل لها فتور نتيجه التباعد، ما احنا خلاص بعدنا في كل حاجه ومفيش نتيجه والجاب وسعت قوي، فبالتالي نتيجه ده في فتور في العلاقه الحميميه او العلاقه بقى الغير لحد ما خلاص. النقطه اللي بعد كده بيحصل فيه انفصال عاطفي تماما، بعد كده الطلاق. طب نقول احنا، طب نحارب الموضوع ده ازاي او نعالجه ازاي؟ بنقول دايما المشاركه، مشاركه المتعه، ايه الحاجات اللي بيحبها جوزي وابتدي اعملها معاه من الاول، ما سيبش النقط الصغيره تتراكم وتبقى هتبقى حاجه كبيره طبعا، حائط صد بيني وبينه مش قادر اكلمه. لما تيجي تسالي بعض الناس ساعات انتوا زعلانين من ايه، تقعدي تحلي بقى ما بين الاثنين، تلاقي ولا حاجه ولا مفيش مجرد تراكمات وخلاص وترسبات. يعني الموضوع ملوش اساس، يعني نتكلم يعني في كلام، يعني كل النقاط الفاضيه او الفارغه دي او اللي ملهاش اي معنى كونت حاجه، حاجز رهيب ما بين الاثنين. ولما تيجي تبص على الموضوع، طب انفصلنا ليه؟ طب بعدنا ليه؟ مفيش حاجه ملموسه قادر امسكها في ايديا. فدي قصه كبيره. فكان بيقول ايه من الاول بقى، شاركين متعه، ايه الحاجات اللي بيحبها وشاركيه، والعكس نفس الكلام. والراجل هو اللي لازم يبتدي. على فكره الراجل ليه دور عظيم جوه البيت، لان الست مظلومه، الست مظلومه عليها. ما دايما بتشوف الصوره دي يا دكتور، ان خلاص الزوج او الاب مشغول طول الوقت بره، حتى لما بيرجع خلاص هو ملوش دعوه بحاجه، يا اما مثلا بيخرج مع اصحابه يا اما بينام. حتى لو الاولاد عايزين يقعدوا معاه عايزين ما فيش الكلام ده. النزعه الذكوريه بتخلينا دايما يعني للاسف دايما الام هي اللي متحمله كل المسؤوليه. من الاول خالص بنهتم بالبنت ونركز في تربيتها وترجع امتى وما ترجعش امتى. اما الولد بنسيبه، يقول لك ده ولد. بالتالي في قصور في التربيه ناحيه الولاد، وبنلاقي دايما البنات متربيه احسن، عشان كده تلاقي الست بتشيل مسؤوليه اكتر. الست تشيل مسؤوليه، الراجل يفشل. ودايما بننسى ان العيب والحرام او للولد والبنت، ما فيش حاجه اسمها البنت. الست تتحمل المسؤوليه، الراجل يفشل في تحمل المسؤوليه. فعلا. الست تشيل البيت بولاده بكل حاجه وتخليه بمسؤوليته هو شخصيا، وهو متنصل يعني من المسؤوليه، وهو لما نحب نديله حته صغيره بيفشل تماما. طب الراجل فاشل في كل حاجه. فكمان بقول له ايه، بقول له طب خلاص خليه ليك دور، لما تلاقي في تباعد وفي مشكله وهي عندها اعباء كتيره، ابتدي بنفسك. ايه الحاجه اللي بتحبها وابتدي شاركها فيها، ايه الحاجات الايجابيه اللي حتى كانت مشتركه ما بينكم ان شاء الله فتره الخطوبه. ما تيجي نبتدي بيها، يرجع. طب ما فيش كل حاجة. ده انا راجل ما عنديش احساس ومش حاسس باي حاجه. طب خلينا نبتدي بنقطه تانية، ايه النقطه المشتركه ما بيننا اولادنا الاطفال. طب خلينا نبتدي بيهم، ناخدهم هم نقطه البدايه. ان احنا نبتدي مع بعض نشيل مع بعض اولادنا،
فيبتدي هنا في حوار، نرجع تاني التواصل بدل الفتور، نرجع الاحتواء تاني، هنلاقي طالما في تواصل يعني الاهتمام بالاطفال طبعاً. هم اللي هيرجعوا نقطة البداية. ايوه هم هيرجعوا العلاقه ما بين الاثنين يعني. هفترض ان انا راجل، لان عندهم اهتمام مشترك حد دلوقتي يعني. هفترض ان انا راجل ما عنديش نسيت ان كان في مشاركات ايجابيه، ان كان في ذكريات كويسه بيني وبين الست بتاعتي. انا ناسي انا ناسي. طب خلي اولادنا بقى، ده الواقع اللي نبتدي بيه، ودي الخطوه اللي نبتدي بيها. فدي نقاط مهمه جدا ان احنا نبتدي، عشان الحاجات الصغيره دي ما تفضلش هي المؤثره. ولادي بقى لما يشوفوا الكلام ده طيب ايه اللي هيحصل؟ ولادي هيتأثروا، وتلاقيهم بيساعدوا بعض، يطلعوا على المشاركه، يطلعوا على التواصل، يطلعوا ان هم يبقوا حنينين مع بعض، وفي الاخر هيبقوا حنينين عليا. ما هو ما تنساش ان انا برضو هكبر، اللي تربوا عليه اللي تربوا عليه هيشيبوا عليه، غير يعني ان هم هيدمروا حياتهم الاسريه، هيتعاملوا وحش مع اخواتهم. انت لما تكبر محتاج للرعايه من ولادك، مش هتلاقي الرعايه دي، مش هتلاقي غير اللي انت زرعته، فاللي انت بتزرعه بعد كده هتلاقيه. فكل حاجه بتعملها الولاد عامله زي الكاميرا، بتصور كل حاجه وبتسجل. ده داخل الاسره يعني. لو احنا قلنا حبينا نتكلم مثلا ان العوامل، طبعا احنا عارفين البيئه والعوامل المحيطه بالاسره او بالاهل او البيئه اللي بيعيشوا فيها الاهل، طبعا ليها دور مهم جدا، بيأثر في يعني في تربيه الاطفال ونشاتهم ونفسيتهم. فعايزين نلقي بس لو في كلمه بسيطه كده الضوء على ايه هي العوامل دي اللي ممكن من خارج الاسره او من خارج البيئه اللي ممكن تكون عامل او مؤثر مهم على نفسيه الاطفال، او اللي هو الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. تمام. ولو في معلش برضو جزء كده بسيط، لو احنا يعني مثلا ايه العلامات اللي ممكن لو تظهر على الاطفال نبقى عارفين ان في هنا عنف عاطفي او اهمال عاطفي او عنف ضد الطفل ده. تمام. سواء بقى داخل الاسره او سواء خارج الاسره. خلينا نبتدي بالعلامات في الاول سريعا كده، عشان انا عارف ان الوقت محدود شويه، عشان عايزين بس ان نقول اكتر معلومات كتير قوي مش لاحقين نقول يعني. انا عشان كده قاعد باجي من هنا ومن هنا ومن للاسف احنا في نهايه فقرتنا، يا ريت نسمع من حضرتك. حاجه كده سريعا يعني. في علامات معينه سريعا كده، لما الاقي الطفل انطوائي منعزل، بيلجا لالعاب العنف، بيتعامل بعنف مع اخواته في البيت او مع ابوه او مع امه، ما بيسمعش الكلام، بيبقى في تنمر في المدرسه، في شكاوى في المدرسه، اعرف ان ده الحاله دي عنده موجوده. البيئه المحيطه ونعالجها ازاي، في دور كبير جدا لكل المؤسسات اللي موجوده في البلد. مؤسسات تعليميه ليها دور تربوي وتوجيهي، مؤسسات دينيه ليها دور، لان المنابر والخطباء ليهم دور كبير جدا في تهيئه البيئه المحيطه مهما كانت المشاكل اللي جواها، مشاكل كتير. في دور كبير جدا في المؤسسات الدينيه، اهم دور عندي المؤسسه الاعلاميه، لان هي اللي جوه البيت، هي كلنا جوه البيت دلوقتي بنتكلم وناس بتسمعنا. المؤسسه الاعلاميه والدور الاعلامي والدراما ليها دور كبير جدا في معالجه اي خلل موجود في البيئه بتاعتنا، والقاء الضوء على اي نقاط سلبيه داخل مجتمعاتنا، وازاي نحط حلول مبتكره زي اللي احنا بنقولها في السياق الدرامي او في السياق الاعلامي. للاسف يا دكتور وقتنا خلص النهارده. كنت مستمتع معاكم. والله جدا، والله نورتنا وشرفتنا يا دكتور، استمتعنا جدا باللقاء معاك النهارده. الف شكر يا فندم، بشكرك. نورتنا يا دكتور محمد، وفعلا استفدنا من حضرتك كتير، وان شاء الله برضو في حلقات ثانيه ان شاء الله برضو نستفيد اكتر ونناقش الموضوع بصوره اكبر. وصلنا لنهاية فقرتنا أعزائي المشاهدين، بنتمنى أنها تكون عجبتكم، وياريت ناخد الموضوع يعني بأهمية، وما نحاولش أن احنا يعني نهمل الموضوع، نهتم شوية بأولادنا بنفسيتهم بصحتهم وخصوصا صحتهم النفسية. انتظرونا بعد الفاصل مع زميلتنا العزيزات منى وإيمان، وفقرة مميزة جدا مع الدكتور محمدي عبد الحميد. ويعني هو موضوع بصراحة يعني في غاية الأهمية، إزاي أعالج السرطان عن طريق قرص النحل. انتظرونا وفقرة مهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.